سكان قرى شروين في ناحية المنصورية في قضاء الخالص مهددون بالتهجير من قبل منتسبين في شرطة ديالى باسم القانون. استنفار للسكان بعد قيام ضابط شرطة ومنتسب برفع دعوى قضائية ضد فلاحي القرى التي تسكنها 1000 عائلة في الأقل بتهمة استغلال ملكية أرض زراعية. احنا مطالبنا هاي أرضنا ما ننطيها، عايشين بيها وتعرف حلالنا بيها، واحنا ابا وجدنا هنا زارعين، وطلعت لنا جماعات ما نعرفهم مشتري صدق كذب، هل الى ارض ما الى ارض ما لا، سندات مزوره وتعرفون هذا الوضع شو صاير. سكان قرى شروين رفضوا التهم الموجهه ضدهم مؤكدين انها محض اكاذيب بهدف الاستيلاء على اراضيهم، كما رفضوا الاعتداءات والترهيب المستمر من قبل هؤلاء المتنفذين. ورغم التأكيد على دائرة زراعة ديالى بوجود العقود الزراعية النافذة، أصبح يستخدم نفوذه الأمني في التأثير على القضاء والضغط على مراكز الشرطة لاعتقال الأهالي، بل ويعمل يوميا على أن يتم أخذ بصمات أصابع الفلاحين وعمل كف تحري ومنادات بالجهاز العالي واتهامهم بالإرهابيين من أجل إسكات صوتهم، بل يرددوا عبارة نحن حرمناكم ويدفع بهم نحو التهجير مرة أخرى. الفلاح تقول أنا أموت ومنطقائي، إذا يعني ضايقهم في النوب احتمال كل الشيل، إذا أخذ القاع بنفوذه بالدولة كل الشيل، وتفرق هاي تقريبا أكثر من 30 كيلو. وإلى الآن لم تصغ أي جهة حكومية لشكاوى السكان المتكررة للتدخل. ناشدنا مدير ناحية، وناشدنا مدير شرطة، وناشدنا المحافظ، وناشدنا قائد شرطة، ولا أي أحد لبنا طلب. من بوابة التزوير والتلاعب بمستندات الملكية بطرق احتيالية، يحذر سكان قرى شروين من سيناريو مشابه لمجزرتي التشيايلة والتمايمة التي راح ضحيتها العشرات من السكان دون تحقيق العدالة لضحايا المجزرتين حتى الآن.